السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شاشة أشرف الحايدي، وهذا خاص لشركة أوربكس. راح نتكلم عن المؤشر الداكس والإصرار على الهبوط، على الرغم من أنه شفنا ارتفاع في الأس أم بي والداو، مؤشر الأس أم بي والداو عم نشوف أنه في هبوط في الداكس وفي الفوتسي، والحمد لله لخدمة المشاركين في خدمة أشرف العايدي. المؤشرين الوحيدين اللي تم تبيعهما هما الداكس اللي هو نازل والفوتسي، راح ندخل في محاضرة الفوتسي بعد قليل. ورأينا فيه نوع من الارتداد في المؤشرات الأمريكية بعد أتت التضخم، بعد ما أتى التضخم الأمريكي حسب التوقعات، ولكن هنا وسندخل هنا في مؤشر الدولار الأمريكي، وهنا يعني مسألة وفكرة وقوة المقاومة تأتي هنا في شكل أوكي على المقاومة الاتجاهية في اليومي في مؤشر الدولار هنا، وهنا تأتي مرة أخرى كما رأينا في المستطيل الثالث أو الثلث الأخير الأسفل في الداكس. رأينا أنه بعد ما نزلنا من الثلث الأول ولا الثلث المرتفع نزلنا واخترقنا في الثلث الثاني هنا، وبعد ذلك أتينا وكانت هنا مستوى رائع للدخول. تذكروا بعنا في 23 ولا في 22 فبراير في التاكس، أخذنا وجينا أرباح هنا، لم نشتري هنا ولكن بعنا مرة أخرى هنا، فالحمد لله أنه لساتنا على طريق في الأرباح. الفكرة هنا في مؤشر دولار سيداتي وسادتي في شيء هنا شكل جيد، ولذلك أتكلم كثير مرات وأقول إنه السوق لدى السوق ذاكرة. فتتذكروا هنا كانت عملية الكتفين والرأس الفاشلة، الكتفين والرأس المنعكس الفاشل، يعني الكتفين والرأس المنعكس الفاشل في الدولار الذي اقترح إنه سيكون هناك ارتفاع إلى 97 ولكن لم نرى ذلك. ولكن تتذكروا إنه الكتف الأيمن لعب دور دعم في نهاية العام، وبعدين تم هناك محاولة ارتفاع فاشلة، وبعد ذلك عدنا إلى هذا الدعم هنا وتم كسره، وبعدين لما ارتفعنا الدعم تحول إلى مقاومة وساهم في تكوين بداية المقاومة الاتجاهية، والآن هذا القاع وهو الرأس في هذا النموذج تحول إلى مقاومة وتحول إلى مساهمة إكمال تكميل الاتجاه المقاومة الاتجاهية trend line resistance. وبنفس الوقت كتير مرة ذكرت إنه أنا أستعمل متوسط 100 يوم الأخضر، 55 يوم اللي هو الزهري، والمتين يوم اللي هو الأصفر. ولما ترى إنه trend line resistance المقاومة الاتجاهية تلعب مع دور مع المتوسط كمهم كمتوسط 55 يوم ومع هذا القاع، فهذا يعطيك فكرة جيدة إنه ولكن ماذا بعد ذلك. فالسؤال إنه 89 هو الهدف الجاي، ولكن ماذا يعني ذلك لليورو دولار؟ سندخل في اليورو دولار بعد قليل، ولكن أريد أن أتكلم عن الإسترليني. تم خطاب الميزانية البريطانية وفي فيديو المشتركين، وحتى يعني المشتركين اللي هو ليس مجاني، قلت إنه نشتري الباوند، ولكن أعطيت هدية يعني توصية مجانية في قناة تيليجرام نص ساعة قبل التضخم الأمريكي، نص ساعة قبلها الوحدة كانت يعني حوالي نص اسمحوا لنا نص ساعة بعد، قلنا ما زال المزيع في بيض الدولار. وبنفس الوقت هنا قلنا سيداتي وسادتي انه نعم كانت حوالي نص ساعة قبل الوظائف قبل التضخم الأمريكي، قلنا ما زال المزيد في البيع الدولار. وبعدين هنا اعطينا في الرسالة الصوتية قلنا انه لما الاسترليني كان على 39 قلنا انه فكرة جيدة انه ندخل. من استمع للرسالة الصوتية ذكرت السابقة لما كان على 39 والان على 39.66، لانه كنا لما كنا هنا وهذه تكلمت عليها حتى في الفيديو الاسبوع اللي فات، قلنا انه اول شيء خلي السوق يحاول ان يختبر المقاومه هذه وبعد ذلك نفكر، يعني تاخذ الارباح هنا بدون ما تقول انه هل سيكسر هن لا سيكسر والى اخره. لا تعب حالك هون، بس لما السوق يكون هنا اشتري وخذ الارباح تحت
المقاومة. ولكن السؤال إنه هل سيتم هناك مواصلة في الارتفاع أم سيكون هناك هبوط طفيف وبعد ذلك زيارة مجددة ل 39 60؟ والكلام إنه من الأسبوع في هناك تحسن ملحوظ في العملات مقابل الدولار، ولا تدهور، يعني تدهور تدريجي في الدولار الأمريكي. ونرى إنه في ما زالت المؤشر الزخم يطرح أسئلة سلبية عن الاسترليني، ولكن بنفس الوقت على المدى الطويل لسه الفكرة ما زالت تتحسن إيجابيا للاسترليني هنا. ولكن العملة التي ما زالت، يعني الاسترليني يمكن تكون طبعا له إيجابيات مقابل الدولار، ولكن الدولار اليورو ما زال هو العملة المفضلة، ولذلك في عندنا صفقة شراء اليورو مقابل الاسترليني. وهنا وهذه من أحسن وأقوى وأنظف وأسهل و من النموذجات ذو الفكرة المنطقية هنا، يعني لا داعي للف والدوران والتفلسف هنا ولاستعمال يعني عبارات تحليل فني معقدة. هنا نرى في اليورو دولار اليومي، ترى إنه ماذا يحاول أن يقول لك السوق؟ السوق يحاول يتكلم، وإذا يجيد صعوبات في التكلم فأنت تساعد إنه تحاول تفهم ماذا يقول لك السوق، وهون مش راح تبذل مجهود كبير إنه ماذا يحاول يقول لك السوق. فهنا نرى إنه مرة أخرى في الشمعات هذه تكون دعم، دعم يوم ورا يوم لمدة 4 أيام. مش مهم إذا يكون هذا إقفال إغلاق ولا فتح، المهم بنفس المستوى على 22 70، وبنفس الوقت القيعان مرتفعة. فالسؤال إنه الآن طلعنا فوق 23 50، فالسؤال سيداتي وسادتي إنه غدا راح يكون في هناك المبيعات التجزئة الأمريكية، ولأنه في هناك تغيير الوقت، فالبيانات التي كانت تصدر 4:30 بتوقيت مكة الأمريكية، التي كانت تصدر 4:30 العصر بتوقيت مكة، الآن راح تصير الساعة 3:30. ولذلك لازم تراقب الريتيل سيلز، وهو يوم غدا ريتيل سيلز، وهي مبيعات التجزئة متوقعة أنه ستتحسن من ناقص 0.3 إلى 0.3. أنا أتبع الكنترول جروب، وهذا متوقع أنه راح يطلع من 0 إلى 0.4 إذا هذا سيأتي حسب التوقعات وسيكون قوي، فيمكن أنه نرى هناك هبوط في الأسواق المالية إذا هذا سيؤدي إلى نرفزة أو خوف في العوائد، ارتفاع في العوائد السندات التي اليوم عم نشوف انها منخفضة نوعا ما بعدما اتى التضخم حسب التوقعات. الان سيداتي وسادتي، اذا نرى هنا، يعني انا لست مقتنع بهذه الترند لاين ولا بهذا المقاومة الاتجاهية، ولكن إذا تريد أن تلعب هذه اللعبة فتقول إنه 24/10 24/15 ما زال ملحوظ، ما زال يعني متوقع. ولكن الرسالة والفكرة التي أريدكم أن تأخذونها بعد في هذا الفيديو إنه ليس هناك أي مبرر لليورو دولار أن يخرج من 24/30 وأن يخرج من 22/70، لأنه سيداتي وسادتي كما تعلمون، خلينا ندخل هنا في الرزنامة، اليوم 13 مارس والأسبوع الجاي 21 مارس يوم الأحد قرار وإعلان المركزي الأمريكي الذي له الآن 100 نسبة 100% احتمال 100% في رفع الفائدة. ولكن أهم إشي سيداتي وسادتي ليس رفع الفائدة لأنه متوقع، ولكن كم من رفعت فائدة سيتم توقعها من حيث التوقعات التي ستخرج الساعة خلينا الآن نحسبها 2 فاصلة، يا راح تكون الساعة 6 بتوقيت لندن، يعني 9 وليس 10، 9 في بالمغرب بتوقيت المملكة العربية السعودية، أوكي، الساعة 9 الأربعاء الجاي، ليس غدا، الأربعاء الجاي 21.
فهذا السؤال، إذا سيتم تغيير توقعات رفع الفائدة إلى 4 لهذا العام من 3 رفعات، فهذا سيكون إيجابي للدولار، وإذا لا فأنا أتوقع أنه سيكون سلبي. ولكن أعتقد أنه من هنا إلى الأربعاء الجاي راح يكون فيه فرص للبيع وللشراء بين 24-15 وبين 23 سيداتي وسادتي. فهذه هي الفكرة. فهناك يعني لأنه لسادنا يعني الآن في النقطة المركزية هنا في الميد بوينت بين الدعم، بين المقاومة والدعم، فأعتقد أنه هذا سيعطي فرص لمن يريد أن يدخل يقترب السوق بطريقة الشراء والبيع في نفس الوقت. أوكي، وسننتهي الآن، مش ننتهي، سنعود إلى الداكس بعد قليل، ولكن مع الذهب مع الدولار الين، على الرغم من أنه تم الكسر، هل شفنا النموذج كثير مرات تكسر الاتجاه المقاومة الاتجاهية وبعد ذلك تأخذ دورة إلى اليسار، وترى أنه الدعم هذا والمقاومة هذه سيكون النقطة الجاية. أوكي، من يريد أن يشتري الدولار أو من يريد أن يبيع الدولار، فأعتقد أنه لسه الفرصة مقابل اليورو إلى الدولار و24-20، هو هناك فرصة للذهب إلى 1327-29 مرة أخرى، ولكن لا أعتقد، لا أرى أي محاولة من السوق في العملات لاختراق أي مستويات كبيرة يعني قبل لقاء الأسبوع الجاي من البنك المركزي الأمريكي. ولكن مرة أخرى ننتهي بالداكس، وهذه الفرصة ما زالت فرصة للبيع من 12350 إلى على الأقل 12100. شكرا لكم، بارك الله فيكم وبالتوفيق.